بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة من حصص التعلم عن بعد. سوف أقدم لكم درسا في مادة الإملاء للمستوى الخامس، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. درسنا اليوم هو عن الهمزة المتطرفة. سنقسم درسنا اليوم إلى مراحل: المرحلة الأولى التذكير، ثم الملاحظة، بعدها الاستنتاج، وأخيراً التطبيق. إذن بداية التذكير بالدرس السابق المتعلق بالهمزة المتوسطة، فلننطلق مع هذه الأمثلة. لاحظوا معي هذه الكلمات، انقصها شيء ما وهو الهمزة المتوسطة، الهمزة التي توجد وسط الكلمة. الكلمة الأولى هي كلمة سؤال، سؤال. الكلمة الثانية هي كلمة سأل، والكلمة الثالثة مسائل. سنحاول أن نتعرف كيف تكتب الهمزة في هذه الكلمات، ونقوم بالتذكير بالدرس السابق. إذن سأترك لكم الفرصة كي تفكروا قليلا، ثم ستجدون أن كلمة سؤال الهمزة تكتب على الواو. صحيح، الهمزة تكتب على الواو. لماذا؟ لأنها مفتوحة وقبلها ضم. جيد. كلمة ثانية وهي كلمة سأل، لماذا ستكتب الهمزة على الألف؟ لماذا ستكتب على الألف؟ لأنها جاءت مفتوحة بعد فتح. جيد. كلمة مسائل الآن، كيف ستكتب هذه الهمزة؟ إذن سنكتبها على الياء. جيد جدا. لماذا ستكتب على الياء؟ لأنها جاءت مكسورة بعد ساكن أو بعد سكون. جيد، إذن جيد جدا. إذن كما تعرفنا في الحصة الماضية، القاعدة البسيطة المتحكمة في كتابة الهمزة المتوسطة هي أنه عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها، أي حركة الهمزة، وحركة الحرف الذي قبلها، ونكتبها على ما يناسب أقوى الحركتين، كأننا نقارن حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. إذا ننظر إلى حرفين، الهمزة والحرف الذي قبلها، ونحاول أن نعرف أي الحركتين أقوى. فالحركة الأقوى هي التي تتحكم في الحرف الذي ستكتب عليه الهمزة. ولدينا الآن ترتيب أقوى الحركات. ما هي في نظركم أقوى الحركات؟ أقوى الحركات هي الكسرة كما تعلمون، والكسرة يناسبها حرف الياء، ثم تأتي بعدها الضمة، والضمة يناسبها حرف الواو، ثم بعدهما الفتحة ويناسبها حرف الألف، وأخيرا السكون وهو أضعف الحركات. إذن بهذا نكون قد تعرفنا أو ذكرنا بقاعدة كتابة الهمزة المتوسطة. درسنا اليوم أيها الأحبة هو درس جديد يتعلق بالهمزة المتطرفة. إذن ننتقل أعزائي التلاميذ إلى ملاحظة نص الانطلاق، سوف أقرأه عليكم وعليكم أن تتتبعوا جيدا وتحاولوا أن تجدوا الكلمات التي توجد بها همزة. إذن سأقرأ النص: تستيقظ جدتي كعادتها كل صباح باكرا، تشعل ضوء بيتها، تتكئ على عكازها برقة وتباطؤ، تتوضأ بالماء الدافئ لتصلي صلاة الصبح في هدوء وسكينة. إذن هذا هو النص الذي سنعتمد عليه في تعرف درسنا اليوم حول الهمزة المتطرفة. حاولوا أن تجدوا الكلمات التي توجد بها همزة. سأترك لكم فرصة كي تتعرفوا الكلمات التي توجد بها همزة، وأكيد أنكم ستجدونها بكل سهولة.
نعم أحسنتم. إذن الكلمات التي تتضمن الهمزة هي كلمة ضوء، تتكئ، تباطؤ، تتوضأ، الماء، دافئ، تبدأ، هدوء. إذن هذه كلمات تتضمن همزة. لاحظوا هذه الآن همزة، أين توجد هذه الهمزة؟ كلمة ضوء، نأخذ مثلا كلمة ضوء، أين توجد الهمزة في هذه الكلمة؟ إذن فهي توجد في آخر الكلمة، إذن لهذا تسمى همزة متطرفة. متطرفة، إذن الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي توجد في آخر الكلمة. كذلك نلاحظ كلمة تكتكئ، لاحظوا أن الهمزة هنا جاءت في آخر الكلمة، وبالتالي فهي همزة متطرفة. نفس الشيء بالنسبة للكلمات الأخرى، تباطؤ، وكلمة تتوضأ بالماء الدافئ، تبدأ، هدوء. إذا هذه كلها كلمات تتضمن همزة نسميها الهمزة المتطرفة. لماذا؟ لأنها توجد في آخر الكلمة. جيد جدا. إذا كما لاحظتم في النص السابق أن الهمزة المتطرفة كتبت على الألف وعلى الواو وكذلك على الياء وعلى السطر. إذا سنستخرج من النص السابق الكلمات التي كتبت فيها الهمزة المتطرفة على الألف. أكيد أنكم ستجدون كلمة تتوضأ وكلمة تبدأ. جيد جدا. ثم نستخرج بعد ذلك الكلمات التي كتبت فيها الهمزة المتطرفة على الواو. ستجدون أن هناك كلمة وحيدة وهي كلمة تباطؤ. جيد جدا. ثم سنستخرج الآن الكلمات التي كتبت الهمزة المتطرفة فيها على الياء. ستجدون كذلك كلمة تتكئ وكلمة دافئ. جيد جدا. وأخيرا سنستخرج الكلمات التي كتبت الهمزة المتطرفة فيها على السطر. ستجدون كلمة ضوء، كلمة ماء، وكذلك كلمة هدوء. جيد جدا. الآن سنلاحظ هذه الكلمات. سنبدأ بالكلمات التي كتبت الهمزة المتطرفة فيها على الألف. نلاحظ كلمة تتوضأ. لاحظوا جيدا هذه الكلمة، ولاحظ كلمة تبدأ. ماذا تلاحظون؟ ما هي حركة الهمزة؟ حركة الهمزة هي الضمة، والحركة التي قبلها هي حركة هي الفتحة. في درس الهمزة المتطرفة لا نهتم بحركة الهمزة، لا نهتم أبدا بحركة الهمزة. ما يهمنا فقط هو حركة الحرف الذي يوجد قبلها. لاحظوا أن هنا جاء قبلها حركة، جاءت قبلها حركة الفتحة فكتبت على الألف في الكلمتين معا. لاحظوا جيدا. إذن فالهمزة المتطرفة إذا جاءت بعد فتح تكتب على الألف. لاحظوا أن قبلها هناك فتح، وكذلك الدال هنا في حركته وهو الفتحة، وبالتالي فالفتحة تفرض علينا أن نكتب الهمزة على الألف لأن الفتحة يناسبها الألف. نلاحظ الآن كلمة تباطؤ. كتبت الهمزة المتطرفة هنا على الواو. ترى لماذا؟ القاعدة نفسها كذلك. لماذا؟ لأنها جاءت بعد ضم. لاحظوا أن قبل الهمزة يوجد ضم، وبالتالي فالضمة الحرف الذي يناسبها وهو الواو. ننتقل إلى كلمة تتكئ، كلمة دافئ. لاحظوا أنها جاءت، أي الهمزة جاءت بعد كسر، وبالتالي فهي
كتبت على الياء، لماذا؟ لأنها جاءت بعد كسر، والكسرة يناسبها حرف الياء. ننتقل الآن إلى الأمثلة الأخيرة، وهي كلمة ضوء، وكلمة ماء، وكلمة هدوء. ما هي الحركة التي جاءت قبل الهمزة؟ ضوء. إذن ستلاحظون أن هناك سكون، إذن سكون قبلها، والسكون يناسبه الصدر. إذن إذا جاءت الهمزة وقبلها سكون فهي تكتب على السطر. الهمزة المتطرفة هنا في كلمة ماء، ما الذي يوجد قبلها؟ يوجد قبلها حرف مد، وتعرفون أن حرف المد يعني أن فوقه أو أن عليه حرف سكون ميت، سميه سكون ميت. كذلك كلمة هدوء نفس الشيء، إذن فقبل الهمزة يوجد سكون ميت. وإذن فالقاعدة تقول أن الهمزة تكتب على السطر بعد سكون ميت. أعزائي التلاميذ، ننتقل الآن إلى الاستنتاج. من خلال ملاحظة الأمثلة السابقة سنخرج بالاستنتاج التالي: تكتب الهمزة المتطرفة على الحرف المناسب للحركة التي قبلها، أي أن الهمزة تكتب على الحرف الذي يناسب الحركة التي توجد قبل الهمزة. حينما نريد كتابة الهمزة المتطرفة نلاحظ فقط الحرف الذي يوجد قبلها، نلاحظ فقط حركة الحرف الذي يوجد قبلها. فإذا كان فتحة سنكتب الهمزة على الألف، وإذا كان ضمة نكتب الهمزة على الواو، وإذا كانت كسرة نكتب الهمزة على الياء. أما إذا كان قبلها سكون حي أو ميت فالهمزة تكتب على السطر. إذن هذا هو الاستنتاج: تكتب الهمزة المتطرفة على الحرف المناسب للحركة التي قبلها، وإذا كان قبلها سكون حي أو ميت تكتب على السطر. إذن جيد جدا. إذن أحبائي، ننتقل الآن إلى مرحلة التطبيق. لهذا الغرض سوف أقترح عليكم التمرين التالي: اكتب الهمزات الناقصة في الكلمات الآتية. الكلمات المقترحة هي كلمة شاطئ، يهدأ، يموء، يجيء، بدأ، يجرؤ، تنشئ، لؤلؤ. إذن ستحاولون كتابة الهمزة المتطرفة باستحضار الاستنتاج أو القاعدة السابقة التي تحدثنا عنها. وأترك لكم الآن مجال، إذا أردت أن توقف الفيديو ريثما تنجز هذا التمرين، لأن بعده سوف نقوم بتصحيح هذه الكلمات. إذن بعد إنجازكم لهذا التمرين أو هذا التطبيق ننتقل الآن إلى التصحيح، وهو على الشكل التالي: لاحظوا جيدا أن كلمة شاطئ الهمزة أكيد أنكم كتبتموها على الياء، لماذا؟ لأن الحرف الذي قبلها حركته هي الكسرة. جيد جدا. كلمة يهدأ أكيد أنكم كتبتموها على الألف، لماذا؟ لأن الحركة قبلها هي الفتحة. أحسنتم. كلمة يموء كتبتم الهمزة المتطرفة على السطر، لماذا؟ لأن قبلها سكون ميت طبعا. يجيء نفس الشيء، يجيء كتبتموه على السطر لأن قبلها سكون ميت كذلك. بدأ كتبتموها على الألف لأن قبلها فتحة. ويجرؤ كتبتموها على الواو، لماذا؟ لأن قبلها ضمة. جيد جدا. وكتبنا كذلك كلمة تنشئ على الياء، أو كتبنا الهمزة على الياء، لماذا؟ لأن قبلها
كسرة. أحسنتم جميعا. كلمة لؤلؤ كتبت الهمزة على الواو، لماذا؟ لأن قبلها ضمة. أحسنتم. إذن بهذا نكون قد أنهينا الدرس. ما عليكم الآن إلا التدرب من جديد على كتابة الهمزة المتطرفة، وذلك بالاستعانة بآبائكم الذين سيملون عليكم نصا يتضمن مجموعة من الهمزات، وأقترح أن تكون همزات متنوعة، مرة تكون متطرفة ومرة متوسطة، حتى تختبروا أنفسكم. وختاما شكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء. مع تحيات الأستاذ يونس رشيد، إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.